في مكة المكرمة تعتمد تسعيرة المشاوير على العرف والتفاهم بين الراكب وقائدي الأجرة، هذا بدل من عداد التسعيرة المعتمد من قبل وزارة النقل. هذا الأمر استغله بعض سائقي الأجرة في أنهم قاعدين يرفعون الأسعار أضعاف على سكان مكة وأيضا الزوار المعتمرين اللي يفدون إلى العاصمة المقدسة للمرة الأولى خاصة في أوقات المواسم. هذا الأمر يستدعي تدخل الجهات المعنية في تكثيف جولاتها الميدانية ومحاسبة أصحاب الأجرة المخالفين لأنظمة وزارة النقل في عدم تشغيل العداد لرفع التسعيرة على بعض الركب. الوقت الذي يعتمد فيه زوار وقاطنو مكة المكرمة على سيارات الأجرة في التنقل بين أحيائها وأماكنها التاريخية، إلا أنهم يعانون من عشوائية أسعارها التي يحددها التفاهم والعرف بينهم وبين قائد الأجرة، ممن يفضلون عدم تشغيل عداد التسعيرة للتحايل على مستخدمي الخدمة في زيادة أسعار المشاوي. تعرف عليه في مكة أنه دائما يكون عرض وطلب، ما لا يوجد أي تفاعل لهذا الأمر، وهذا الأمر أعتقد أنه يسبب عطل في حركة السير خصوصا في المنطقة المركزية. وكنا نتمنى أنه هذا الأمر يكون موجود ومفعل من قبل وزارة النقل والمرور من أجل أن تسير حركة السير بكل انسيابية، لا سيما أنه حنا في مكة المكرمة في منطقة المركزية عدد كبير من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن يقدمون هذه المنطقة، وفي حال تم تفعيل العدادات الإلكترونية بشكل رسمي سيكون هنالك أسعار رسمية وأسعار ثابتة، عدم تفاوت في الأسعار، عدم اختلاف من سائق تاكسي إلى سائق. لذلك احنا نطالب وزارة النقل والمرور أنه يكون هنالك تفعيل. فرضت وزارة النقل 500 ريال غرامة في حال عدم تشغيل عداد احتساب الأجرة، بينما سيتم تغريم أصحاب السيارات الذين يملكون عدادا غير مطابق للشروط والمواصفات المعتمدة بمبلغ 1500 ريال، إضافة إلى فرض غرامة مالية بمبلغ 5000 ريال لمن أزال العداد. إلا أن ذلك لم يرجع سائقو أجرة مكة الذين يصرون على مبدأ العرف والتفاهم مع الركاب في تحديد التسعيرة. فعلا سيارات أجرة ما تشغل العداد استغلال للزبون، أو يعني أنت عارف أغلب اللي يجون مكة المكرمة معتمرين وحجاج ما هم عارفين أسعار المشاوير أو لزوم تشغيل العداد. بعضهم حاط العداد فقط منظر، عدد فيه فايدة ما في خسارة عداد. لا لا هذه شغل هو مو راضي، هذه شوف مثلا هذه عشان هو حصل، هذه خصوصي حصل رخيص عشان هو اجره، هذه حددت شغل هو ما يبغى، عشان كذا خصوصي ما همل حددت كل النظام يمشي هذه اجره، لكن هذا النفر راكب مو راضي عشان كذا ما يشتغل حددت. جميع العدادات الموجوده داخل سيارات الاجره مضبوطه ومبرمجه لاحتساب تكلفه الرحله وفقا للكيلومترات المقطوعه وفترات الانتظار، لذا تعتبر هي الفاصل بين قائد الأجرة والركاب لحماية حقوق الجميع. فيصل السلمي، الإخبارية، مكة المكرمة. وينضم لي من استديوهاتنا في مكة سعد القرشي رئيس لجنة النقل في غرفة مكة ونائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل في المملكة. حياك الله أستاذ سعد. حياكم الله ومساك الله بالخير وجميع مشاهدي قناة الإخبارية. نسيت بنور، حياك الله. الآن المشكلة هذه ترى من زمن سواقين التكاسي في مكة بالعرف، ولا يقول لك اركب ونتفاهم، ولا كيف ممكن نعالج القضية هذه؟ حقيقة في موضوع هذا تشغيل العدادات، بالعكس أغلب شركات الليموزين الآن تطالب أن يكون يعني تشغيل العدادات إلزامي على الجميع، وأنه يكون يعني تطبيق هذه رغم أنه عليها غرامات وعليها انها موجوده في النظام، ولكن اكثر الزبائن لا يحب انه يعمل العداد ويشتغل عداد الليموزين بحسب العرف، لانه هناك سيارات خصوصي كثيره تعود للاجانب يعملون بها تكاسي وعمليات نقل ولا يوجد بها عدادات غير نظاميه، وهي سيارات خاصه وبالتالي تاخذ الزبون باي مبلغ، ولذلك الزبون يقول لك خلاص يا ابوي لا تشغل العداد، اتفاق انا وياك بالمقطوعيه كم توديني العزيزيه، بكم توديني مثلا الى جبل النور،
بكم توديني الى مسجد عائشه علشان موضوع انه يسوي عمره؟ ايه ب 20 ريال ب 30 ريال ب 25 ريال يعني حسب الاتفاق بس بين السواق التاكسي وبين هذا الان قاعد يعني المشكله انه قاعد يسوي لك مشاكل وجود شخص مخالف يسوي مشاكل على سيارات تكاسي نظامية صحيح اي اصحاب الشركات هذه قاعدين يعانون الان جدا من وضع اللي قاعدين المخالفين اللي قاعدين يخربون عليهم السوق. ايش الاجراء اللي انتم اتخذتوه في الغرفه او التواصل اللي انتم سويتوه في الغرفه بحيث انه هذه المشكله شوي تخف؟ حقيقه احنا رفعنا من خلال الغرفه الى مرور العاصمه والى طبعا وزارة النقل في مكة، وتم الرفع لهذه الجهات الحكومية بحيث يتم مراقبة ومتابعة هذه السيارات الخاصة التي تنقل الركاب. وبصراحة ما قصرت إدارة المرور رغم الضغط الكبير التي في المنطقة المركزية عند الحرم كما تشهد. احنا عندنا الآن طوال السنة حج، احنا يعني المعتمرين يصل عددهم حوالي إلى 8 مليون معتمر يعني في السنة. طيب وإحنا نتطلع إلى الرؤية إن شاء الله في 2020 نوصل 15 مليون، وفي 2030 نوصل 30 مليون معتمر. وبالتالي إحنا الآن لدينا يعني أعداد كبيرة من المعتمرين والزوار، فلذلك لابد أن نكون هناك في انسيابية ونظامية حتى ننقل صورة مشرفة للمملكة العربية السعودية. إيه أستاذ سعد، الميزة هذه الأعداد الكبيرة هذه في مكة ميزة تنافسية، ما هي ميزة يعني تكون متعبة لكم، هذه الحق أنه تكون الخدمة خصوصا في النقل تكون مميزة، يعني أنه ما يجي أبدا كائنا من كان بسيارة خاصة يشتغل التكاسي حياك الله وعلى طول، ولا يتكلم مع الراكب، يروح يدفع المبلغ اللي موجود بالتسعيرة، لكن صاروا حقين التكاسي زي السيارات الخاصة. صحيح صحيح، هذا الكلام اللي احنا نتآدى منه، هو اللي يضايق اصحاب الشركات ويضايق اصحاب القطاع صحيح المستثمر في عملية الأجرة. ولذلك احنا قلت لك يعني الحمد لله تواصلنا مع الجهات المعنية ومرور العاصمة حجز كثير من السيارات، هذا صحيح، وعمل يعني غرامات عليها، بل بالعكس صادر كثير من السيارات الخاصة اللي يعملون فيها أجانب ويصير له إبعاد اللي يعمل في هذا المجال وتطبيق أقصى العقوبات بهم. طيب طيب الآن برأيك أنت كغرفة تجارية جالسين تفكرون كتجار أنه هذا الموضوع بيأذينا في الفترة الجاية، إيش ممكن الحلول برأيك؟ حل عمل يبغى. إحنا الحلول يعني الآن نقول أنه في الحقيقة إنشاء شركة عامة كبيرة جدا للنقل، إيه وهذا الآن نطالب به، إنشاء مواقف خاصة بالليموزين حتى لا تكون هناك عشوائية وعدم إظهارها بالمظهر اللي غير لائق يعني في المنطقة المركزية، وحتى لا تسبب زحام في عرقلة الحركة المرورية في العاصمة المقدسة، وحتى يكون هناك انسيابية كبيرة، وحتى يكون هناك يعني نظام، وحتى يكون هناك طريقة حضارية بحيث تقوم هذه السيارات بنقل الركاب على طريق نظام سيرة ونظام مواقف ونظام حركة. هل هذا رفعتوا هذا الكلام؟ رفعنا هذا الكلام صحيح. إلى من؟ وزارة النقل؟ رفعنا إلى وزارة النقل وإلى المرور وإلى البلدية حتى تخصص هذه المواقف. طيب وش الرد اللي جاكم؟ والله ما جانا رد إلى الآن. متى رفعتوا الطلب؟ من سنة تقريبا. يعني وزارة النقل العلم عندكم الحين، والبلدية كمان رفعتوا لهم الطلب هذا وكمان؟ نعم، أمانة العاصمة في مكة رفعنا لهم هذا الطلب وقلنا يا جماعة خصصوا مواقف إلى الليموزين حتى يكون في موضوع حضاري، موضوع نظامي، موضوع بهذا التأخير. أستاذ سعد، أخروكم وزارة النقل وأمانة العاصمة أخروكم سنة كاملة، وكان الحل عندكم سهل جدا، ما تشوف كذا كلامي صحيح؟ سهل جدا وتخصيص المواقف، بس لا هم يقولوا الآن يعني المنطقة المركزية منطقة مزدحمة، منطقة ضيقة، وحنا بنشوف الحلول ونبنشوف الدراسات المرورية والدراسات التنسيقية بهذا الموضوع وإجراءات روتينية مملة، ولا المفروض أنه
على عجل تكوين لجنة بين المرور وبين الأمانة العامة. أنتوا سويتوا الدراسة هذه كلها على حسابكم وحطيتوا فيها الحلول وحطيتوا فيها العوائق وحطيتوا فيها يعني حل هذه المشكلة كاملة. نعم صحيح. طيب ما أنتوا يعني كذا ريحتوهم. ريحناهم بس المفروض أنهم تتشكل اللجنة وبسرعة سريعة حتى يكون يعني يقوموا بالعمل على الأكمل على الوجه الأكمل حتى يتم التنفيذ على الطبيعة. طيب الآن وزارة النقل الحق إنك شركة إيه الحق إنك تدل الطريق بس عشان أقولك أنت الحق تدل الطريق راح لأمارة مكة إن شاء الله الموضوع إلى حل على طول إن شاء الله. ترى أمارة مكة تصور إنه يعني ستحث هذه الجهات إنه يعني هذه القضية يجب أن تنتهي. زحمة السيارات الخاصة اللي موجودة في المنطقة المركزية يجب أنها تنتهي. واستخدام أنت وضميرك ادفع وارفع عليك السعر ونزع عليك السعر يجب تنتهي. فأنتم مدامكم رفعتوا هذه الدراسة لو وديتوها أيضا لأمارة المنطقة تصور أمارة المنطقة أنه بيكون الوضع هذا إلى حل. توافقني الرأي؟ صحيح هذا الكلام. الأمارة بقيادة سمو سيدي الأمير خالد الفيصل ايه؟ حقيقة يعني متجاوبين في ايه الأمور ايه؟ دائما معانا قلبا وقالبا في هذا المواضيع. وهم في الحقيقة ما عندهم خبر عن هذه الموضوعات اللي ما حبينا نزعجهم فيها المفروض تحل. لا عاد هذا خطأ. كنت رئيس اللجنة الآن وحنا نحملك الخطأ. الآن الأمارة عندك تستطيع ترفع نفس الطلب هذا وتقول أنه إحنا رفعناه لهذه الجهات من قبل سنة وما صار شيء وإحنا الآن نرفع الأمارة لأنه الأمارة حريصة جدا على المنطقة عموما فما بالك المنطقة المركزية. حقيقة صحيح هذا الكلام. ايه. معان وموفق أستاذ سعد القرشي رئيس لجنة النقل في غرفة مكة نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل في المملكة. شكرا جزيلا لك يعطيك العافية.